هيبة مشات الله يرحمها، وهذوك الناس اللي كيقول لك هيبة درتوا ليها وفعلتوا ليها وتركتوا لها، لا هي السلام عليكم خوت وتحياتي لكم لكل بداية النهاية. واليوم على ما بان ليا هبة استسلمات وغتكون بداية نهاية الفرس هبة، حيت هبة مسكينة واحد العودة اللي هي معاقة وكنا جبناها من السوق. هادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفه في الفلاش باك، وبسبب هاد العودة هادي اللي كنا مسببينها محبوبة الجماهير، بزاف الناس اللي كيتفرجوا دابا تعرفوا عليا بسبب هاد العودة هادي، وبزاف الناس اللي ولوا اصدقائي اقرباء ديالي بزاف تعرفت عليهم بسبب هاد العودة هادي، وبزاف الناس اللي ولوا اعدائي وما كيحملونيش بسبب هاد العودة هادي. هاد العودة هادي كانت مفتاح الخير علينا وسميناها هبة، حيت الجمهور قال لنا غنسميوها هبة حيت هبة من الله سبحانه وتعالى. والناس اللي ما عارفينش القصة ديال الفرس هبة غادي نعاودوها لكم في الفلاش باك، والله يدير الخير. ايوا الخوت هانتوما كتشوفوا من 2019 من بعد ما قالوا لنا الاطباء بلي هاد العودة خاصها تموت دابا، شوفوا شحال من عام دابا وهي معانا 4 سنين الخوت. هادشي باش غنعرفوا بان الاعمار بيد الله ما بيد حتى شي واحد. هاهي مسكينه، وشوف دابا واخا هي مكرفصه حنا كنقولوا حيت هاد العوده عمرني ما حسيت بها وصلت لهاد ليطا، وهادشي هو الدبان كان كيحط عليها كتنوض كتخلعو وداكشي، وهي دابا مسكينه مستسلمه للامر الواقع ما قادراش تنوض. دابا راه كنتسناو غير في الدراري يساليو باش يعاونونا نوضوها. اولا 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 وكنعطيها تشرب حيت ما بقاتش قادره تشرب، ما بقاتش قادره تاكل الماكله ديالها، وهذا الشرايب الماء راه خواتو هنايا ما بقاتش قادره توقف الخوت. كنحاول نعطيها الماء هنا شويه. اولا اولا شو يا ربي هذا الماء هذا يكون عليها بالرحمه يا ربي. يا ربي الخوت كل شيء دعا معاه الله يرحم لكم الوالدين، يكون عليها بالرحمه يا رب. المرق البات وما بغاتش تشرب. شوف كيفاش كتستعطف مسكينه. شوف المهم الخوت دابا غنتسناو شي دراري حنا عيطنا لهم باش يجيو يعاونونا فيها نوقفوها، حيت نورمالمون ما خاصهاش تبقى، خاصها توقف باش نلقاو ما نعتقوا فيها، ولا ما لقينا ما نعتقوا فيها الله يدير الخير. هادشي اللي نقوله. وبزاف الناس الخوت بزاف الناس بزاف ماشي واحد وماشي جوج وماشي ثلاثه قالوا لينا باللي هاد العوده خاصها تذبح وخاصها تموت، ولكن انا ما قدرتش والله ما قدرت. شوفوا الخوت ولله الحمد هايا ملي درنا مع فيديو بحال مرضيه، شوف داش كتاكل وكتشرب. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى هاد الفيديو هذا يكون عليه بالشفاء، وراه اخر الاخبار ديالها ديما غننقلوها معكم والله يدير الخير. نتسناو الدراري باش يجيو يعاونونا عليها والله يسهل على الجامع. المهم الخوت راه جاو الشباب الله يرحم لهم الوالدين، ها هما غيتعاونوا معنا عليها. هاهي مسكينه الله يرحم الوالدين الدراري، الله يسهل عليكم الله يحفظكم لين الله يرحم الوالدين على بركه الله. لا لا بلاش بلاش نشوف شي قنبه الرسم، شوفوا شي قنينبه ضروريه. الخوت مشيت نجيب صمطه انا، هيا نجيبها. عيات مسكينه عيات عيات عيات. لا لا توقف راه حنا انت الجريه تابعه هنا. اشرف اشرف شوف شوف بلاتي جريه تابعه هنا. بلاتي دفعوا الدراري ما تجرش انت، دفع هاك دفع. هز تابع انور، هز تابع هز تابع انور، هز تابع هز تابع. هات شوف خليها واقفه واحد 3 دقائق تيمشي ويجي. شدوا شدوا معنا الدراري شدوا الله يرحم الوالد. شد شد حيديها الخدشه. لا ما تدفعش ما تدفعش، هز مع تابع قعد مع بالتابع. محشوشه من الله. زيد 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 واحد شويه، زيد زيد واحد شويه،
هاي الخنشة، هاي الخنشة محمد، هاي ذا هاك، هاي تسطل، هاي تسطل، هاكو هذا والو محشوشة من اللورة الأول. ها بلاتي بلاتي صافي طلقوا طلق. لا لا القدام صحاح، طلق 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 طلق. لا لا صحاح صحاح، زيد واحد شوية، زيد واحد شوية يمشي ويجي فيها الدم، زيد واحد شوية. سير أشرف، سير أشرف، زيد زيد زيد. حيدا حيدا يدك، أجبد معايا الدرع الصم. زيد تشكر في الدابة العصب ديالها تشكر. الله يرحم لكم الوالدين الدراري والقلب. يا سير سير أشرف، سير سير، دير واحد دابا عاد باش نجيبو الجعبة بودريت. سير غادا تمشي وتشي غادا تسرح. يا راه شويه راه شدت فيه. سير بالعوده، سير بالعوده، سير نوردو. راه ما تقدش تمشي الوالد، راه ما كتقدش. سير دورو دورو هنا الدراري. سير سير هيدا هيدا القنب هيدا. سير 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 سير. عندك عندك هذه رفامس. سير 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 حيد اخو ديك خنشه حيد حيد. صافي دابا اشرف راه رقدوا عليه رجليه الله وربعه ديك دارينهم دارينا. التكافريت ولا البروتوكولات والله الا ضرب معاه شي تمره وما سخاش بها وتصاورها ديالها مصوره ولا هي العقل ديالها. واليوم انتم كتشوفوا راه قاصه معاه فوق الحساب وراه داير معاه داك الشيء الله يرضي عليه. وهذه هي حال الدنيا، واحد واحد كيقولوا في المثل اللي كيقولوا الناس الاولي كيقول لك اللي ولد عولي تعزى واللي كسب عولي ترزى. ايوا هذه جابها الله داها الله، هو دار معاه المستحيل ودار معاه باش تولد ما جابش الله. تعاود ضروا رجليها راه عيات مسكينه. والله يجعل سيدي ربي يفرقنا بلادنا. وتحيه لخوت المغاربه واللي شرف بودريس ست مرات. ها؟ المارو بيد الله. لا والو والو ما تبراش السي اشرف، راه عيات مسكينه والحال ضربتي معاه. ضربتي معاه مسكينه، واحد الدنيا واحد. وتحيه لخوت المغاربه الله يدير شي تا، راه هذه هي الدنيا هي. راه حتى حنا كيجرى لينا بحالك، راه حنا حتى حنا غنعياو، كنا صغار وكنا مجاهدين كيقولنا الصحة كنقولو ما شنو هي الصحة، ودابا حنا عرفنا ملي بدينا نعياو عرفنا قال بنادم تيبدا يعيا عاد يعرف حق الصحة، لهنا يقهر شي واحد، ولهنا يطيح شي واحد في هذا المنظر هذا الله يخبط الروح مستورة، الله يخرجنا من دار عيب لا عيب الخوت، تحية الخوت المغاربة في مكان واحد مدريس كيقول لكم الله يفاجئ على كل واحد ولهنا يطيح شي واحد في فهاد المشكل هذا. الله يقتلنا في طرف الصحة ديالنا والله يهدي الخير. الخوت فقنا الصباح وحنا نلقاو واحد خويا عبدو. السلام عليكم جمهور خويا اشرف. واحد الخبر فقنا عليه واللي الصراحه خبر محزن، ما عرفناش كيفاش غادي نقولوها للجمهور وكيفاش غادي نعيطوا لاشرف دابا نقولوها ليه باللي مسكين هاي اصلا اشرف عزيز عليه بزاف مسكين. اش هي هيبه مسكينه ماتت
الصباح سلقينا ميشا مسكين. تشي مكتاب ديال الله ما عندنا من ندير ندور المكتاب. اجي نغطيوها اخويا محمد بين ما تفنى ان شاء الله. المهم الخوت هذا هو المكتاب و ما عندنا من نديرو الغالب الله. اشرف راه ما فراسو والو، ما بغيناش نقولوا ليه حتى يجي وعزيز عليه بزاف، ما بغيناش ما فراسو حتى شي حاجه، ما قلنا ليه حتى شي حاجه، ما قدرناش نعيطوا ليه اصلا. هو السوق بس عيطه تقول ليه هبه ماتت هذيك الشيء غيجيب له عقل في الطريق، فهمتي؟ اللهم خليه حتى يجي ونقولوا ليه داك الشيء اللي كاين. واه الله يرحم اخويا العربي. شي حاجه على راسها باش ما جمهور كريم، السلام عليكم. انا عمرت قاده ديال هبه، ها هي انتما شفتوها، ها هي توا مولي جا كل يدوز الساعه ديالو في الدنيا. اشرف مسكين راه تخاتل معاها فوق الحساب، وراه ما خلى ما دار معاها باش تكون بخير وعلى خير، ولكن كاين الله تخاد العمر الساعه ديالها سالات، راه تحنا بحالك والانسان اللي كتقاد الساعه ديالو كيلقى مولاه والله يخلف مضاع. تحيه الخوت المغاربه، هبه مشات الله يرحمها، وهذوك الناس اللي كيقول لك هبه درتوا ليها وفعلتوا ليها وتركت لها لا، ها هي احنا كنحفروا ليها في الدار عندنا باش نردموها، شتيها ها هي. انا ضرب مع اشرف فوق الحساب، الله يرضي عليه والله يجازيه بخير، وهذا هو حال الدنيا. ها هي مشات مات، ما بقى لا بوز لا بوزه، ها اللي دايم هو هذا الحفره. اي واحد خلق الله الحفره، الله يخرجنا من دار العيب لا عيب. كنقدم واحد تحيه الخويا خالد ودعاج الميلودي الله يرحمه، وهرا كان راجل طيب وكان راجل ديال الضحك واللعب وديال الشماعه، وكيسول على الخوي كيسول على الضعيف. صاحبنا كان عزيز علينا، وراه عندنا في البال ديالنا بحال ما ماتش بحال باقي حي، حيت وليداتو الله يعمرها دار، وراه باقي جامعين الشمل وكيتعاونوا مع الخوي وكيتعاونوا مع الدرويش. والله يدير الخير، الله يرحم ليه الوالدين، الله يخلي ليه ميمته الحاجه.